السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي برنامج فجر كاميرا واحد، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كاميرا واحد. ارحب بضيف الكريم استاذ ياسر عيد، محاسب قانوني. قبل ما ابدا بس مع الاستاذ ياسر، عندي بس حاجه بسيطه كده لفتت انتباهي. مشاكل، بصوا، تلوث سمعي بطريقه رهيبه. الاغاني اللي هم بيقولوا عليها اغاني بس هي مش اغاني، الشعبيات. يا جماعه ارحمونا، فين المصنفات اللي هي بتشوف يعني الفاظ بتتقال؟ يعني انا اسف مش عايز اقول على الهوا، واحد بيغني يقول سطلانه. ايه سطلانه دي؟ هو ده اللي بنعلمه لشبابنا؟ هو ده اللي احنا مستنيين نخرج شباب تقود الامه فيما بعد بالطريقه دي؟ يا جماعه بتوع المصنفات، يعني معلش الناس المسؤوله، الكلام ده ما يصحش وعيب في بلد محترم زي كده. النهارده بتمشي تلاقي الاطفال بيرددوا الكلام دون، ومش عارف بصراحه الواحد حزين ان الولد تساله خدت ايه في الحضانه يقول لك سطلان. ايه سطلانه دي؟ ده كلام ينفع؟ انا معلش انا اسف اني بتكلم في حاجه زي كده، بس بجد هي محتاجه وقفه والله. ما ينفعش تحت مسمى اغاني شعبيه وكلام فاضي وكلام ما يعني معلش في الفاظ تانية والله العظيم بجد يعني الواحد يستحي ان يقولها. بطلب من بتوع المصنفات، يا جماعه لو سمحت مسؤول المصنفات، عايزين رقابه اشد، مش عشان الناس دي بتدفع فلوس تعدي، معلش عشان ده شعب وتربيه، احنا بنربي جيل وبنربي امه، ما ينفعش لو سمحتم. ارحب بضيف الكريم الاستاذ ياسر عيد، محاسب قانوني. دكتور ياسر، انت عندك كتاب بعنوان فلسفه التشريع الضريبي كما يجب ان تكون. تمام. ذكرت في كتابك يا دكتور سؤال عايزين نفهم بس ايه المعنى ليه. ماذا تعني بمفهوم التقادم الضريبي حق تشريعي ضائع؟ تمام. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. احب ابدا كلامي بمقوله انا بحبها جدا عن الامام الجليل رجاء بن حلوى، قال لك العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس رياء، انما العمل في كل الاحوال يكون خالص لوجه الله تعالى. دي دايما بحبها، دايما حتى بكتبها دايما في مقدمه الكتاب بتاعي. بالنسبه لسؤال حضرتك، التشريع الضريبي لما صدر ادى حق لمشرع الاداره الضريبيه، وادى حق للمجتمع الضريبي. ادى حق الحق للاداره الضريبيه انها تفحص الممول خلال مدى زمني 5 سنوات من تاريخ انتهاء الفتره القانونيه لتقديم الاقرار الضريبي. بعد انتهاء الفتره دي ال5 سنوات، الحق بتاعي يبقى على التزام، ويبقى حق للمواطن الضريبي ان المأمورية لا تفحصه، لان الحق مش مطلق ان في اي وقت تفحص بعد سنه 2 3 10، لا، قال لها خلال 5 سنين. 5 سنين ضاعوا ما لكوش حق تفحص من المول، عشان كده هو ضائع. والاداره الضريبيه ليها لعبه بتلوي دراع المجتمع الضريبي، عشان كده المواطن الضريبي كاره الضرائب لان حقه ضائع. لكن انا في الكتاب ده عملت حاجه جميله جدا اسمها لجنة الفض التقادم دوت. التقادم دوت بقى ملف في التقادم، تحوله للجنة دي. اللجنة دي بتجيب المواطن، انت ليك حق في التقادم طبقا للقانون، بس ممكن ايه يعني ايه عشان برضو نغذي الخزانة العامة، ممكن ايه تتنازل عنه ونحل الملف. عليك 10,000 جنيه، لا ادفع 5، والخمسة التانية دي حافز ليك انت. الثلاثة ازاي ترضي المواطن؟ انت ليك حق، بس ممكن يعني ايه تبقى نمشيها مع بعضينا، ايه حته المواطنه والولاء للوطن. هي دي اللي حته ده التقادم، مفهوم التقادم. دكتور ياسر، كان فيه برضه في نفس الكتاب سؤال برضه طرحته انت، المفهوم الفلسفي من التطبيق المحكم للتشريع يغني عن اللجوء القضائي. تمام. ده من ضمن الايه الحته دي، السؤال ده جاي في الحته اللي السؤال الاولاني. دلوقتي الماموريه فحصت خلاص التقادم وتحول للجنه الطعن. لجنه الطعن ما ادتش التقادم، ان في لجان بتطبق وفي لجان برضه زي في كان في كده. يروح المواطن الضريبي بيرجع للقضاء، القضاء الاداري حق ليه طبقا للقانون. ما في لجنه داخليه، لجنه الطعن، القضاء، اخر حاجه قضاء. القضاء بيحول الخبره. فالخبير بيطبق القانون بحذافيره. في نص في القانون بيشافه مطابق ليه بيدولك. بس القضاء ده بياخد سنه 2 3. طب انا ليه ما استفاد بدوت؟ هل الخبير
يفهم قانون عن الإدارة مشرع؟ حضرتك عايز تقول إن إحنا بنهدر وقت كبير قوي. قيمة الجنيه النهاردة مش زي بكرة، مش زي بعده. طب ما أنا أستفاد. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه ماشي، هل الخبير تبع القضاء تبع وزارة العدل يفهم قانون عن المشرع؟ عن الإدارة الضريبية؟ ما بيحكم للمواطن الضريبي، سواء تقادم، سواء ان انت ليك حق في المصروف ده تاخده، ليك حق في الاعفاء ده تاخده. طب ليه؟ وفي الاخر الحكم ملزم إدارة ضريبية بتنفذه خلاص. طب ليه؟ طب ليه السنه او اتنين او تلاته اللي ضيع دوت ما استفاد بيه الالف جنيه ولا الجنيه؟ استفاد بيه اغذي بيه الخزانه، اغذي بيه على المصروفات، على النفقات بتاع الدوله، ولا كام غلط؟ لا صح، انا كده اللي فهمته منك ان انا ايه يعني اخد الجنيه افضل وادخله في الخزنه، لانه فيما بعد انا هضيع وقت وهو نفسه هيفقد قيمته. وحاجه تانية تمام، زي ما السؤال الاولاني بتاع التقادم، الخبير حاجه حكم بالتقادم طبقا لنص القانون اللي مشرعه الاداره، مشرع بتاع الاداره الضريبيه. طب بقى الضريبه اللي كان 10,000 جنيه بقت صفر، والحكم ملزم الاداره الضريبيه تنفذه. طب انا كنت حولته اللجنه، اعمل لجنه تشريعيه لملفات التقادم. تعالى يا عم ليك حق في التقادم، بس ايه رايك؟ يعني سيب حته للدوله، ما عندي 40 دي، قال لك 10,000 جنيه مثلا. طب نديك حافز حافز 50% وادفع 50%. مش مشاكل، حاضر من عينيا. هتلاقي المواطن سلس من عينيا، طالما حقي معترف بيه انت حتى هتفرح، ولا كلام غلط؟ لا مظبوط، هي دي فلسفه، فلسفتي ان انا اخلي الانطباع السيء اللي عند المواطن الضريبي يتغير، حس ان هو يحترم ادميته. لا، التشريع محترم، حقك محترم، تروح هتاخده. لا، هتلاقيه بيطلع من جيبه يقول خد دون منازع، طالما حق ليك حق كذا كذا. هي دي فالفلسفه، فلسفه تحول الضريبه من جبايه لمواطنه، فلسفه العلميه الحقيقيه. هتلاقي المواطن يحس ان ايه، ان حقه مش مهدر، وحتى بيقول لك ان عايز اتعب بزياده. هي دي فلسفه جميله للضريبه، مش الجبايه والكره. هات في اي شارع اسمع ان في تفتيش نازل من الضريبه، كله بيقفل يمشي. ده يدل على ايه؟ الناس مش قابله، ان مش فاهمه برضه. مش قابله، قابل. زي في قدامك اكل، هتاكل اللي انت بتحبه، مش عارف مش هتاكله. طب يا دكتور، ازاي نقرب وجهات النظر دي بين المواطن وبين الاداره نفسها؟ حاجه واحده بس، ان مشرع ينزل للمجتمع الضريبي ويشوف المشاهده اصدق من السمع، ويشوف ويسمع اراء المجتمع الضريبي من اقل عامل لاعلى رجل الاعمال. وحاجة تانية، إن ينزل الإدارة الضريبية للمأموريات ويسمع وجهات الموظفين، لأنهم أكثر احتكاكا بالمجتمع الضريبي. دكتور، فيه سؤال بديهي بيطرح نفسه، اللي هو المفهوم الفلسفي الحقيقي والعادل لضريبة التصرفات العقارية. تمام. التصرف العقاري ده بينطبق على إيه؟ واحد مثلا عنده شقة، اللي استثمار عقاري، اللي بيبنوا شقق ويبيعوها. واحد مثلا حضرتك اشتريت شقه ماشي، جيت بعتها، جيت اما وثقت العقد سواء في الشارع العقاري او المحكمه، بيختاروا الاداره الضريبيه ان استاذ سعد باع شقه بمليون جنيه مثلا. بتلاقي نموذج جاي لك على طول، نموذج 38، مطلوب منك مليون في 2.5، 25,000 جنيه او 205,000 جنيه ماشي. طب أنا وجهة نظري كمحاسب وكإنسان، إن حاج سعد المليون جنيه اللي حوشه من دخه في السوق، سفر هنا وشغل هنا وشغل هنا، ده رأس ماله، والضريبة ليس على رأس المال، الضريبة على العائد من تدوير رأس المال اللي وصف الربح نتيجة الثراء. يبقى التطبيق الصح ماشي، التطبيق الصح إن أنا طالما على الثراء الشقة دي جبتها مليون جنيه ماشي، بعتها مليون جنيه، كنت شاريها بكام؟ سي مثلا ب 500,000، ب 800,000،
اطرح من ده من ده ده من ده يطلع المكسب بتاعك. المكسب بتاعك تاخد عليه الضريبه. لكن انا ما اقدرش يعني اشارك الراجل في راس ماله في تعبه وشقاه. ده وجهه نظري متواضعه في الجزئيه دي في الضريبه دي. يعني لو فهمنا المواطن البسيط المفروض ان هو لازم يفهم ان فلسفه الضريبه مش على راس المال. ده هي على المكسب من راس المال. بالظبط كده. اسمها ضريبه. يعني ايه ضريبه؟ تدوير راس المال والربح اللي جالي منه احسن عليه ضريبه. زي ما قال العالم الاقتصادي ادم سميث، الثراء نتيجه الثراء. الثراء بيجي منين؟ زي المرابحه في البورصه، زي البيع والشراء نتيجه وخصم مصروفات بيطلع صافي ربح. دكتور ياسر، في سؤال بديهي برضو بناء على ما سبق يعني بيطرح نفسه. عايزين نعرف المفهوم يعني او ماذا تعني بضريبه القيمه المضافه الضائعه بين نشاطي الاستيراد والتصدير. تمام. الاستيراد ده واحد بيستورد رساله مثلا من الصين، ماشي، بمبلغ مثلا 10,000 جنيه 100,000 جنيه، بيجي داخل الدائره الجمركيه بيدفع ضريبه جمارك. مع الضريبه الجمارك بياخدوا مني ضريبه القيمه المضافه 14%، ماشي. بعد كده بيفرجوا، بيجي لما بيبيع بيخصم ديت. بس ده مش التطبيق الصح للضريبه. الضريبه اسمها ضريبه اول استهلاك، بعد كده بعد كده ضريبه القيمه المضافه. الواقع المنشار للضريبه اللي هي البيع، اصدار الفاتوره نتيجه البيع. ازاي انا داخل الدائره الجمركيه اخد منه ضريبه مقدما؟ هنا بعت، هنا مخالفه للايه؟ لفلسفه الضريبه والواقع المنشاه. مخالفه للفلسفه ولا للقوانين؟ ما هي فلسفه القانون نفسه. يعني في قانون بكده اصلا المفروض يعني. ايوه، المفروض ان الواقع المنشاه الضريبه، يعني انا استورد ادخل بضاعتي ابيع تاخد مني، مش تاخد مني في المينا. بالظبط. انت كده خدت مقدما. طب ايه في الراجل ده لا قدر الله اتحجز في المينا بعد ما خد ضريبه، عفنت باظت، هتديله ضريبه؟ شكرا خلاص. وهو ماشي شال العربيات محمله البضاعه العربيه ولعت او اتقلبت، البضاعه باظت، الضريبه ضاعت عليه، هل يسترد؟ لا. فهنا مخالفه لفلسفه الضريبه نفسها. المفروض لما اطلع البضاعه وابيعها في السوق ابتدي اخصم ده من ده، ابتدي ادفع الضريبه اللي عليا. لكن انت تيجي بعد كده تخصم الضريبه اللي اتخصم لك في الجمارك من ضريبه البيع. طب ليه احسنها مقدمه؟ ما في راجل لما مات اللي مش هسترد تاني خلاص. هي معلومه غايبه عن ناس كتير بصراحه دكتور، لان انا بشوف بضايع في المينا معجوزه بصراحه كتير. كنت انا فاهم ان لازم يدفع الاول، لكن واضح ان كده بموجب القانون ده يدفع بعد ما يدخل بضاعته. ادفع تعدي. ادفع تعدي. دكتور ياسر، انت شرفتنا ونورتنا حبيبي بمعلوماتك القيمه دي، واحنا كنا فعلا غايبين عن القوانين دي اصلا. وعايز اقول ان شاء الله تشرفنا بلقاءات جايه اكتر عشان نفهم القوانين الصحيحه ونفهم برضو جمهورنا ومتابعينا ان شاء الله الوضع الصحيح ايه، عشان كل واحد يبقى فاهم اللي ليه واللي عليه، ونقرب من وجهات نظر بين الضرايب نفسها الهيئه وبين المواطن. اتمنى كنا يعني استفدتني والله، وانا شخصيا استفدت. انا فعلا كنت فاكر ان دي معلومه كانت ضايعه عني بصراحه يعني. كتاب بسيط ده هي وجهه نظر متواضعه من خبرتي البسيطه في وكتابك ده جميل وهيوعي ناس كتير يا دكتور. اتمنى يكون يعني خير يعني. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا الى نهايه فقرتنا. فاصل قصير. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وبرحب بضيف الكريم دكتور محمد عبده. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذ سعد. اهلا بك يا فندم. حضرتك النهارده هتكلمنا على حاجه اسمها التهاب الوتر الوثاب. بس قبل ما تتكلم لفت انتباهي الاسم غريب شويه. ايه الوتر الوثاب ده؟ او ليه سموه كده؟ طيب، هو اسمه التهاب الوتر الوثاب او الام الابهر. نسبه هو طبعا ملوش دعوه بشريان الابهر او الاورطه خالص، بس هو علشان مجرد ان الشريان بيعدي من المكان ده هو اتسمى ايه الاسم ده. طبعا هو ليه طبعا كذا مسمى تاني. رامبويد بين، يعني العضله اللي هي بيحصل فيها الاصابه ديت وبيحصل فيها انتفاخ او بيحصل فيها تقلص، او بيتقال عليها التي 4 سيندروم، لان بتبقى تي 4 يعني الفقره الرابعه في الفقرات الصدريه. هي دي برده اللي بيحصل فيها ايه في العضلات اللي حواليها ايه برده تقلص العضلات، او بيحصل فيها انتفاخ في العضله
او بيتقال عليها بقى الجوستوكوندرايتس، او يعني هي ديت الاسماء اللي ليها يعني بتاعت الاصابه دي. دكتور انت هتحتاج الصور دلوقتي ولا شويه كده؟ اه جيبها. او هي يعني الصور. هي متلازمه الالم العضلي الليفي اللي هو بيبقى ما بين لوحين الكتف. الصور معانا على الشاشه. الصور احنا ممكن نبقى بنشرح عليها. يا دكتور لو قلنا الوتر الابهر او الوثاب، او ان الاسمين صراحه الاثنين ايه حاجه غريبه قوي يعني. لو قلنا اسبابه التهابه يعني بيلتهب ليه؟ هي بص دايما ايه الاسباب بعيدا بقى عن الجلوس الخاطئ والكلام ده، بتبقى ان العضله ديت يا مرهقه جامد قوي، يا اما مفيش عليها اي نشاط بدني يعني محدش بيشتغل عليها خالص. يعني بعض الناس مثلا ممكن يبقى بيقعد على الكمبيوتر فترات طويله شبه نايم، او شبه ان هو مثلا ايه بيبقى قاعد عامل اللحين بتوع الكتف كده، فمجرد اللحين بتوع الكتف كده بيبقوا بعاد عن بعض بالشكل ده، بيحصل شد جامد جدا للعضلات اللي هي ايه اللي هي ما بين لوحين الكتف اللي هي عليها تعتبر كده ايه العلامه الحمراء ديت في الصوره. فلما بيحصل الشد ده بتبدا ان هي فعلا تحصل تقلصات وتلاقي النقط كتير هي مؤلمه، علشان كده بيتقال عليها تروجير بوينت، يعني ان هي بتبقى اصابه يعني ليها مدلول خاص كده، ان هي بتبقى ايه تضغط عليها تقلمك، ممكن تضغط في مكان تاني تحت تلاقي برضو الم، تلاقي الالم بينتقل معاك من والى، يعني مره تلاقيه تحت مره تلاقيه فوق. وده طبعا ده بيبقى ليه تاثير طبعا بسبب ان الجهاز العصبي السمبثاوي بيبقى مقصر، هو اللي بيعمل اللي بيخلي الالم بتاع الاصابه دي متنقل. بعض الناس ممكن يقول لك ما بيعرفش يوصفه، يقول لك انا الاقيه هنا تحت عند رقبت شويه جايب اللوحه بتاعت كتفي كلها، شويه جايب الجزء الشمال من ما بين لوحين الكتف، شويه جايب مش عارف يحدد مكان الالم، مش عارف يحدد مكانها. فدي بتبقى برضه هي تعتبر هي التروجير بوينت او الجوستوكوندرايتس، بس في حاجه مشابهه ليها جدا هي اسمها تي فور سندروم، برضه هي ديت هي نفس الاصابه، يعني الاصابتين اللي انا قلت لك عليهم هم ايه نفس العارض يعني، او نفس الاعراض المشابهه، هم كلهم بيدوا ايه نفس العارض ده. لو قلنا اعراض يا دكتور بقى دي كده اسباب، وقلنا الاعراض الواحد يعرف ازاي عنده حاجه زي كده. الاعراض طبعا بيبقى في الام طبعا في ما بين اللحين بتاع الكتف، ده اشهر حاجه بيبقى في الم جامد جدا ما بين اللحين بتوع الكتف، طبعا اعلى الكتف والابر ترابس برضه هنا بيبقى في الام. اثناء الكحه والعطس بيحس بالم في القلب، بيحس ان هو ممكن يقول لك انا عندي مشكله في القلب، هو ما عندوش مشكله في القلب ولا حاجه، فهي طبعا فعلا في ناس لما الكحه يقول لك بتسمع في قلبه كده. استثناء الكحه او العطس، عشان بس العضله ديت هي بتبقى ايه ضاغطه شويه على الشريان بتاع الـ 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 القلب اللي هو الابهر، فبتبدا ان هي تسمع، مثلا يكح او يعطس او يضحك كتير تلاقي الالم ايه مسمع، او يعمل معاه زي ضيق تنفس. هي ديت الاعراض. طبعا في اعراض تانية بس ديت احنا قلنا يعني احنا قلنا ديت هي ايه اشهر الاعراض، اشهرها واهمها. ممكن في ناس ما بقاش بيعرف ينام، يصحى من عز النوم ما يقدرش مثلا يعرف يفرد دراعه للاخر كده يسحبه، او يجي يشيل شنطه يحس ان هو في الم جامده جدا. بس دكتور لو قلنا بقى ايه الالم الابهر او الالتهاب الوتر والثاب، لو احنا كده اتكلمنا عن اسبابه واعراضه كويس، طب لو قلنا بقى الوقايه والعلاج ازاي ما معرضش نفس الحاجه زي كده؟ بص الوقايه ان لو انا حتى بقعد وضعيات صحيحه دايما ابقى بقوم مثلا كل ساعه وليكن حتى دقيقه ونص دقيقتين، ما اقعدش فترات طويله، فاغلب الناس هي بتقعد فترات طويله دي، فديت ايه مشكله كبيره ان انا ما اقعدش فترات طويله. طيب يا دكتور انت دايما بتتكلم على الوعاد بشكل ثابت او فترات طويله، فترات طويله دي مثلا ممكن اقول يعني لو قد ايه كده فتره طويله من الوقت؟ ما في ناس برضو عايزه بمفهومها البسيط تفهم قد ايه كده انا اكون قعدت فتره طويله. يعني انا ما اقعدش اكتر من ساعه ولازم اقوم اتحرك، سواء انا بقى في العمل او شغال على الكمبيوتر او بذاكر او بعمل اي حاجه. وطبعا عشان ابقى برضو الوضعيات الصحيحه ليها شروط، ان انا مثلا ابقاش قاعد على مكتب متكئ، ابقى بكتب وانا ايديا عدله، وضع ايدي على زاويه 90، الكمبيوتر ما ينفعش ان انا ابقى بطيله مثلا برفعه لحاجه عاليه، الكيبورد او اللاب وانا بكتب عليه برضو لازم تكون في توازن، ما بقاش موطي او متكئ جامد، واكون دايما قاعد ظهري عدل. طب يا دكتور لو واحد مضطر ان هو يقعد على الكرسي ده ساعه او ساعتين غصب عنه، خلاص يبقى كل ساعه يحاول ان هو يبقى بيقوم مثلا دقيقتين
يحافظ طبعا على الاسترتشات. طيب هو هو هيقوم ممكن يعمل في الدقيقتين دول يستعيد نشاطه من تاني. ممكن يبقى بيعمل بقى استرتشات اللي هي خاصه بمعنى بالكتف. ما هو الناس مش فاهمه يعني استرتشات، يعني الاسترتشات اللي هي الاطالات اللي هي خاصه بالكتف. ما انت ممكن توريهم اي حاجه، ممكن نوريهم مثلا دي ده استرتش اللي هو بتاع الكتف. تمام بنعمله من 15 ل 30 ثانيه في تكرار 3 مرات. تمام. ممكن نبقى بنعمل الاسترتش اللي هو خاص بالشيست بالشكل ده، بنحط ايدينا على اي حاجه حيطه او اي حاجز ونبدا ان احنا نعمل استرتش بالشكل ده. تمام. ديت الوقايه. اما الناس اللي عندهم الاصابه ديت هي طبعا تمارينها بسيطه جدا، ان احنا بنجيب كف الايد ده وبنحطه تحتينا وبعدين بشكل مستقيم ونبدا ان احنا نعمل استرتش للجزء اللي فيه الاصابه. يعني وليكن انا حاسس بالالم في ما بين العضله اللي هي بين اللحم الكتف اليمين، فببدا ان انا اعمل استرتش بالشكل ده 30 ثانية في تكرار 5 مرات ممكن على مدار اليوم. ببدأ ان انا اعمل التمرين ده ان انا بدخل رقبتي كده لجوه من غير ما اوطي. رقبتي هو بالشكل ده. تمام. يعني الرقبة ترجع لورا مع شد الصدر ده. برضو من 30 ثانية برضو في تكرار 5 مرات بنجي على عندي الكتف المصاب بنشده بالشكل ده كده، وبرضو احنا ظهرنا مفرود وبنبدا ان احنا نبص على ركبتنا العكسيه. يعني انا دلوقتي انا عندي الاصابه في الجزء اليمين، فبشد الكتف كده بايدي اليمين وباجي بالايد الشمال وبقوم شاددها كده وابص بعناية ناحيه الركبه الشمال بالشكل ده كده، واعد من 1 ل 15 في تكرار 3 مرات. طبعا قبل كل التمارين ديت بنعمل كمادات تلج لمدة ربع ساعة، طبعا بتبقى مرتين في اليوم. لو حد عنده الإصابة ديت جديد بيبدأ إن هو يبقى طبعا بياخد باصة عضلات أو مسكنات، وبداية ما بنقولوش اعمل أي تمارين، بنفضل إن العضلة ديت تبقى إيه بترتاح، لأن دايما الإصابة دي بتيجي بسبب الإجهاد الجامد للعضلة أو الراحة اللي هي خلاص خلت العضلة يعني بقت ضعيفة جدا. الحاجة الأخيرة واللي هي مهمة جدا التناسق العضلي. اغلب الناس اللي بتحصل لهم الاصابات دي ما بقاش في تناسق في عضلات الظهر، فبيحتاج اللي بقى طبعا لو هو حد لو في حد كده بنفضل ان هو بيروح لدكتور علاج طبيعي، بيبدا ان هو يعمل فعلا بيعمل له تقويه فعلا لعضلات ظهره كلها بشكل عام بحيث ان يبقى فيها عنده تناسق والاصابه دي ما تبقاش بترجع له تاني. دكتور ذكرت انت الكمادات بتاع التلج دي، ففي ناس كتير لها مفاهيم مغلوطه كتير، في ناس بيجيب ازازه تلج، في ناس بيجيب كيس تلج، فانت يعني عايزين نعرف الحاجه الصحيحه بقى. بص، هو افضل حاجه في الكمادات التلج ان انا ما احطش الربع ساعه مره واحده، علشان بس ما بقاش الاوعيه الدمويه تبدا او الانسجه بتاعت العضلات تبدا انها تلتهب. انا في الربع ساعه ديت ببدا ان انا ممكن مثلا وليكن في عندك ازازه تلج ازازه ميه وانت بتحطها، فانا ببدا ان انا بوصلتها على وليكن مثلا المكان دقيقه واستنى دقيقتين وارجع ومحط الدقيقه تاني واستنى دقيقتين لحد ما يعدي الماكسيمم تايم اللي هو الربع ساعه. انما ما صلتش الربع ساعه كامله على المكان. في يعني في مدارس بتقول كده، انا مش مع المدارس، هي بتقول في مدارس بتقول ان هي دقيقه ودقيقتين، يعني احط دقيقه ورايح وادي دقيقتين راحه، وديت بتبقى افضل. يعني انا حتى بتبقى ايه العضله بتستجيب وبيحصل ريكفري سريع، ما بيبقاش بيحصل مثلا التهاب للانسجه بتاعت الالياف العضليه او الكلام ده بس، وفي نفس الوقت بنبقى بنحافظ ان الدوره الدمويه تبقى ماشيه كويس في الظهر. دكتور محمد، قبل ما نختم بيك نحب نعرف منك اخبار المركز بتاعك. كويس الحمد لله، خير كويسه الحمد لله. ارقام التواصل على الدكتور، ارقامك التواصل اللي عاوز يجينا يشرفنا في اي وقت انا وسهلا، يتواصل بس بينا ياخد مننا ميعاد واحنا 50% زي ما اتفقنا دكتور خصم للناس اللي بتيجي من طرفنا ان شاء الله باذن الله. دكتور محمد احنا نشكرك وان شاء الله هننتظر منك مزيد من المعلومات واللقاءات ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله. ولا مش هنقول الوداع على امل اللقاء.